يا صباح الخير والجمال والطاقة الإيجابية على كل مشاهدينا على قناة الصحة والجمال. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج بيقولوا. هكون معاكم أنا زينة نصر، والمدة نص ساعة زي ما متعودين كل يوم أربع من الساعة 11:30 للساعة 12. بيقولوا إن كل شيء بيزيد عن حده بيقلب لضده، مثل شعبي كلنا عارفينه. النهاردة هنتكلم فيه وفي كل القصص اللي ممكن تكون مرتبطة بالمثل ده، بس في البداية خلوني أصبح على زمايلي اللي معايا في الاستوديو. صباح الخير يا نور. صباح الخير يا زينة، وصباح الخير على كل مشاهدينا، وصباح السعادة والأمل وكل حاجة حلوة عليكم وعلى اللي بتحبوهم. وخلونا كمان نصبح بزميلتنا ريم. صباح الخير يا ريم. صباح الخير يا نورة، وصباح الخير يا زينة، وصباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال. وبيقولوا إيه بقى؟ بيقولوا أي حاجة بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها زي ما زينة قالت، والمثل ده مثل شعبي قديم وراه حكايات كتيرة قوي. خلوني أحكي لكم كده حكاية من الحكايات دي قبل ما أقول لكم على موضوع الحلقة. كان في بنت زمان جميلة ودمها خفيف ومالية البيت بضحكتها وخفة دمها، وللأسف بس كانت دايما بتعاني من السمنة المفرطة، وكان الموضوع ده مضايقها. طبعا البنات الموضوع ده بيضايقهم، انها دايما فاقده الثقه في نفسها، بيتريقوا عليها انت تخينه. فبدات تفكر تفكير ايجابي ان انا هعمل دايت وهظبط اكلي والعب رياضه. طبعا دي كلها حاجات حلوه جدا، احنا متفقين معاها، لان المفروض ان احنا على طول نعيش حياه صحيه، يبقى ده اسلوب حياتنا على طول. البنت فعلا بدات تخس يا جماعه، وبقى جسمها كويس، بس فضل عندها هوس الخسسان. يعني كل ما تخس هي عايزه تخس اكتر، وكل شويه تحس ان جسمها لا مش كويس. فبدات بقى كمان تلجا لادويه الدايت، وتاخد ادويه الدايت من غير دكتور، يعني تحت اشراف الدكتور الموضوع بيبقى متظبط شويه. لا، هي بدات تاخد ادويه الدايت من غير ما تلجا لدكتور. البنت بدات تضعف، بدات يجي لها امراض كتير، بدا اهلها يلفوا بيها على الدكاتره، وانتهى الموضوع للأسف انها دخلت في غيبوبة. يعني بدل ما انها تعمل حاجة كويسة بسبب هوس الخسسان، البنت في الآخر خسرت صحتها. وهو ده اللي احنا بنتكلم عليه، ان يعني اي حاجة بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها، وهو ده الهوس. موضوع حلقتنا بشكل عام الهوس، الحاجة الهوس اللي بتزيد عن حدها. خلي بالك يا ريم برضو، طبعا انت القصة بتاعتك دي قصة مؤثرة جدا جدا جدا. يعني انا شخصيا اتأثرت بيها قوي وحطيت نفسي مكانها. يعني هل هو فعلا انا لما الانسان لما يوصل لحاجة ما كانتش راضية من الاول، لا بيطمع انه يبقى يوصل لاكتر واكتر واكتر لحد ما يصاب بفكره الهوس؟ لا، ومشكله كمان يا نور ان يعني هي كده كان عندها هوس، مش بس بان هي تحافظ على صحتها، لا هي كانت بتاخد ادويه. الادويه دي ناس كتير جدا للاسف خطر جدا وخطر مشكلة. جدا ومن نفسها. بالظبط. فالموضوع ده هو اللي على فكره اثر عليها كمان. خلونا يا جماعه برضو، يعني ده يودينا لحته تانية، يودينا حته احنا محتاجين اصلا نعرف يعني ايه هوس وايه اسباب الهوس، وازاي كمان تعرف ايه ان انت مريض هوس، عندك هوس بالظبط كده، ونقدر ازاي نحل المشكله دي. كل ده هنعرفه على مدار حلقتنا النهارده، بس خلونا في الاول نخرج الفاصل ونرجع لكم تاني، من فضلكم استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا، وزي ما بفكركم بموضوع حلقتنا النهارده الهوس. الهوس هو ايه؟ هو الهوس، الهوس هو نوع من امراض العصبيه، لان هو بيؤدي لخلل في المشاعر، خلل في التفكير، بيخلي دايما الانسان بيميل ان هو يعني يفكر في مواضيع مزعجه. وكمان في فرق ما بين الهوس والشغف. يعني الهوس حاجه سلبيه، لكن الشغف ده حاجه ايجابيه. يعني ان انت تكون عندك طموح وهدف، ان انت عايز تعمل حاجه، ان انت عايز توصل للحاجه اللي انت بتحبها، دي حاجه كويسه. لكن الهوس شعور مبالغ فيه. في فرق ان انا احب الحاجه واتفانى فيها، وفي فرق ان انا يكون عندي هوس بالحاجه. زي كده يا جماعه موضوع مثلا النظافه، في ناس بتبقى عندها موضوع النظافه ده حاجه حلوه جدا، وفي ناس بيوصل معاها الموضوع لهوس النظافه. انا عن نفسي وقت الكورونا كنت من كتر ما عندي هوس التعقيم بملى كلور قد كده، وبحط ميه قليله جدا، وامسك الشوزات بتاعتي ارش. انا عايزه اقول لك ان احنا كان علينا كلور. الشوزات دلوقتي مرميه، طمنيني على الشوزات. اهم باظت الشوزات يعني خلاص كلور.
كلور يعني. لا خلي بالك. ما كنت خايفه بقى بس الحمد لله دلوقتي شفيتهم الحمد لله. طب دي تقول خلي بالك حاجه كمان لما قالوا كلور هو اللي بيقضي على الفيروس في اول الموضوع الكورونا ده اصلا احنا كان هين علينا فعلا نشرب الكلور ده مش بس ده كان هوس يبقى مركز اه بالظبط لان ده وصلنا لمرحله وحشه جدا يعني انا اعرف ناس كتير اللي هو تحسي ناقص ان هم مثلا يغسلوا اللبن بالكلور عشان فيه شويه ابيض يعني من كتر ما هم قد ايه خلاص اصابوا بهوس النظافه خصوصا في موضوع جائحه الكورونا ده على فكره جدا. فاعرف بس ده على فكره كتر الحاجه زي ما قالت زينه في البدايه خالص ان كتر الحاجه زياده الحاجه عن حدها بيتقلب لضدها كتر استخدام الكلور ده بقى ممكن يعمل لهم حاجات بقى في جلدهم وبيوقع اصلا الجلد وبيأذي جدا فدي طبعا حاجه مش صح يعني. شايفه ان هي بصراحه حاجه يعني ممكن توصل لحد مرضي او ان هي يبقى مرض مش بس مجرد ان هو اسمه هوس يعني مثلا في كمان مثلا ممكن حد يبقى عنده هوس بالشراء الشوبينج اه ممكن يبقى مين انت فينا ما عندناش انا محتاجه حد كلنا عندنا الموضوع ده يكنسل اوردرات الشوبينج اللي انا بعملها انا يعني كل يوم بملى عربيه ياخد الباسورد عايز الباسورد بتاع الاكونت بتاعي واي حاجه اعملها اونلاين شوبينج هو يكنسل يعني انا محتاج حد يسرق موبايلي اساسا يعني ما هو مفيش مشكله اشتري عادي بس في مرحله انت ممكن توصلي فيها بقى اللي هو الهوس ان انت عماله بتشتري حاجات ممكن تبقى عندك ملهاش لازمه اه وحاجات انت جبتيها قبل كده انت بالزبط. مش محتاجاها مش بسط حتى في دولابك انت عندك ايه وناقص ايه اللي هو ده هوس الشراء خلاص ايوه بالظبط بيبقى عند الستات اكتر بس غالبا لسه كنت هقول كده والله اغلب النوع ده من الهوس اغلب اللي بيصابوا بيه يعني دايما بيبقوا ستات ليه بقى عشان هما بيحبوا لا وبتبقى بتخرج بيه من الاكتئاب معروفة. اه بيخرجوا طاقه بيخرجوا طاقه بقوله بقى في اسباب الهوس يعني اما نكمل نتكلم بقى في الاسباب وفي الانواع وفي الاعراض وفي كل حاجه تخص الهوس بس خلي بالكم هنروح فاصل الاول لا خلوني الاول برضو اقول لكم حاجه خليني اقول لكم حاجه ان انتوا زي ما انتوا قلتوا ان في انواع تانية كتير كمان للهوس يعني انت قلتي الشوبينج وانت يا ريم قلتي النظافه انا عايزه اقول لكم بقى في انواع تانية الطف شويه من كده يعني في دلوقتي ايه مثلا الهوس الشبقي اللي هو ايه كده يا جماعه عشان برضو انا يعني حسيت ان انا عميقه قوي في الكلمه سامحوني فيها شويه عمق كده بقى لا ما انا لا انا مش عميقه خالص فانا دلوقتي هظهر على حقيقتي زي ايه كده بالبلدي قوي كده او بلغه العصر دلوقتي الكراش اوكي يعني هوس الكراش اللي هو اللي إيه هو عند كل الناس اللي هو آه يا حرام واحده او واحد على فكره بيصاب بفكره ايه ان هو عنده شخص ما او مش عايزه اقول حبيب برضو اكبر الموضوع قوي لا عنده شخص كده في حياته بيتهيأله قوي ان هو بيتابعه بيتابع اخباره بيهتم بيه وبتفاصيله وتحس ان الموضوع ايه لا ايه ده بيحبني وانا مش واخده بالي عارفين فاكرين هقول لكم حاجه فاكرين فيلم بتاع اسمه يا ربي ظرف طارق كان فيه سليمان عيد بقى اللي هو حب من طرف ثالث اللي هو بيحب بيتهيأ له ان هو يا حرام في البنت دي بتحبه او يعني مهتمة بيه او كده وهو بيحب في حتة تانية خالص ده وحي خيال المؤلف بقى ده مش معانا اه بس في ناس لا وفي الكراش لا في الكراش كمان انت عاجبك قوي موضوع الكراش ده هو عجبك أيوة موضوع الكراش في الكراش بقى ده اللي انت بتبقي عادي يعني ما هو اصل الكراش ده ليه معنيين اللي هو اللي انت قلتي في كراش وكراش من وحي الخيال انت معجبه بيه بقى مش هو اللي معجب بيه لا ده موضوع تاني بقى ده بعيد عن الهوس ده خالص بس حلو ده في هوس الترند كمان يا بنات يعني هوس الترند ده انا بشوف ان في ناس بتبقى مشهوره اوريدي ومش محتاجه انها تركب الترند ممثلين وممثلات بدون ذكر اسامي وبتبتدي ان هي مثلا تعمل تصرفات تستفز بيها الجمهور عشان تفضل راكبه الترند على طول او انها مثلا تعمل حاجات مش يعني مش متوافقه مع مجتمعنا عشان تفضل برضو راكبه الترند رغم انها مش محتاجه لده خالص ومن الترند برضو خليني اقول لك نوع تاني برضو يودينا نوع الهوس اللي هو هوس الشهره هوس الشهره ده برضو يعني مش هنبعد بيه قوي يعني الترند اللي هو دايما الواحد اللي بيحب طول الوقت يبقى مشهور وبيجري ورا الشهره جدا وده يعني على فكره مش بس على الصعيد الفني لا كمان ممكن على مستوى قعده الصحاب يعني انا عايز يبقى اشهر واحد في الشله فبيعمل كل حاجه تنفع وما تنفعش عشان بس يكون مشهور في ناس كمان حاجه تانية بتنازل عن مبادئها عشان اصلا ده كده كده ده معروف قوي 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 ده كتير جدا ده كتير جدا ومنتشر جدا دلوقتي بس ده مش هوس انا اعتقد ان هو ده مش هوس ده دني في الاخلاق مثلا ده كده حته تانيه ده كده حته تانيه وزي برضو حاجه تانيه كده برضو حضرتني احنا عمالين نتكلم على افلام كتير قوي النهارده مش عارفه ليه هوس حاسه ان هنا موضوع سينمائي قوي
برضو كمان في نوع من انواع الشهره تانية، شهره بقى للفنانين. يعني انا بحب فنان قوي فبروح وراه في اي حته وبجري وراه في اي حته، بلحقه طول الوقت، زي فيلم مثلا بتاع بحبك وانا كمان مصطفى قمر وفتحي عبد الوهاب، لما كان بيلحقه في كل حته، هو فنان بس كان بيلحقه في كل حته، ده برضو جنون. يعني هوس السرقة. وفي في من الهوس سوري الهوس اللي هو المؤذي برضو، او اللي هو بيبقى يعني الناس مش متعوده عليه، هوس السرقه اللي هو حد ممكن يبقى بيسرق اعمال على بطال وهو مش محتاج اصلا، زي الفيلم بقى فيلم الافلام بقى النهارده عصابه الدكتور عمر. طب الفيلم ده يعني ياسمين عبد العزيز معلمه مع الناس كلها في الفيلم، كانت غنيه ومش محتاجه تسرق، بس بتسرق لمجرد ان هي يعني ممكن يكون عندها عقده بقى مثلا من وهي صغيره او كده. وفي هوس تاني اللي هو اللي عندنا كلنا يعني بدرجات مختلفه، مش عارفه حاسه شم ريحته السوشيال ميديا شم ريحته. مين فينا ما بيمسكش التليفون 24 ساعه؟ قصدك مين فينا ما بيسيبش التليفون؟ ايوه مين فينا بيسيب التليفون ولو ساعه؟ ممكن كده اصحى من النوم على التليفون وننام على التليفون وطول اليوم في التليفون. بس في ناس بقى بيوصل معاها ان هي يعني هي قاعده على التليفون 24 ساعه بتراقب في الناس او بتشوف ايه اللي بيحصل، عندها مثلا مشاهير معينه عايزه تتفرج على حياتهم طول الوقت، موضوع بيقلب معاهم الهوس، ممكن تلاقيه مش مركز في اي حاجه تانية في حياته غير التليفون، ماسك التليفون 24 ساعه. اكيد. طب الموضوع ده برضو انا عندي لكم هوس تاني بيضحك. ايه بقى؟ عارفين بقى انا سميته هوس العبقريه. ليه بقى؟ حد هتسالوني ليه؟ طبعا انا اقول لكم هوس دي عشان دايما حد يبقى قاعد كده يفضل يلعب زي ما انا بعمل دلوقتي كده، شعر يفضل يمسك في شعره كده ويسقط في شعره كده لحد ما يجي له صلعه. ده هوس القرآن. بيتميز بايه بقى؟ خليني اقول لكم مواصفات هذا الكائن. مواصفات هذا الكائن ان هو بيتميز ان هو بيبقى طالب مجتهد جدا وشاطر جدا. طبعا ده عشان انت كنت في شعرك في شعرك يا نور كنت بتعترفي. انت مش شايفاني الحماس اللي انا بتكلم بيه؟ انت بتطبلي لنفسك يا نور. طبعا انا اكيد كنت بعمل كده طالما اتحمست قوي اعرفوا ان انا شعرك عامل ايه دلوقتي؟ اهو موجود الحمد لله. شغال يعني لسه في بقايا شعر الحمد لله محافظه عليه. لكن ده برضو هوس طريف شوية، بس أنا سميته هوس العبقرة لأنه فعلا بيبقوا الناس بيتميزوا بيه بيبقوا شاطرين قوي. يعني ما يعني مش عارفة بحس إن هم علماء بقى. طبعا طبعا يا نور انت انا عارفه انت بتقولي كده ليه، احنا كلنا عرفنا انت بتقولي كده ليه عشان انت كنت بتنتبهي شعرك. انا مش موجوده يا جماعه. هو احنا لو اتكلمنا عن اسباب الهوس مش هنخلص، قصدي انواع الهوس مش هنخلص، انواع الهوس كتير، بس هنتكلم بقى في الانواع والاسباب وكل حاجه بعد ما نرجع من الفاصل. استنوا ان شاء الله. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال، ولسه مكملين حلقتنا معاكم عن الهوس. بس في الحقيقة ان احنا حبينا نرجع لكم بقى بروشتة العلاج، بس طبيعي انه عشان انت تستخدم روشتة علاج لازم يبقى تعرف ايه الاعراض اللي عندك الاول. فخلونا كده ايه نعرف ايه هي اعراض الهوس، ملخص سريع كده عشان انت ازاي تعرف ان انت مريض هوس. هوس هتلاقوه ايه بقى؟ بيتكلم بسرعة قوي، ما بينامش. شوفي زينة بتبص لي ازاي؟ ما بينامش. انت عندك هوس زينة ولا ايه؟ لا انا عندي اكتئاب. اعترف يا زينة. معروفة 90% من الشعب المصري عنده اكتئاب عادي جدا. لا ما يعني دي مش يعني ماشي مش هنعتبرها قوي عرض. مش هنعتبرها عرض قوي من اعراض الهوس، لا بس خلونا نقول كمان عنده نشاط زايد كمان، صح يا نور؟ جدا جدا مفرط. عنده نشاط مفرط. بيتكلم كتير، بلاحظ الموضوع ده. والاكتر من كده واكتر انه اوقات بيبقى بيتهيأ له حاجات. يعني بيتهيأ له بقى ان هو شايف حاجات وبيتهيأ ان هو بيسمع حاجات. زي هلوسه يعني او هلاوس. هو يعني تهيؤات. طب ده كده ايه ده مريض نفسي؟ عارفه فيلم حسن يوسف و ده بس كده مشكله الرجال فقط تقريبا او حاجه كده. يعني كده انا حاسه ان هو كده دخل في حته مرض نفسي قوي. لازم نعرف اسباب فعلا ايه المرض ده عشان نعرف فعلا ليه هو حصل. وعشان تعرفي اسبابه بالظبط يعني لازم برضو تعرفي كمان الاعراض بتاعته. بصي هو يعني بعد ما عملت بحث كده وذاكرنا كالعاده زي ساره ما بتذاكر يعني ذاكرتي يا ساره عامله ايه؟ ذاكرتي يا زينه. بحس ان دايما الهوس ده اسبابه يا اما بقى هو في طفولته مثلا مر بطريقه تربيه مثلا معقده، مثلا لما كبر هو خد الطبع دوت مثلا اكتسبه في حياته، مر بمشاكل مشكله معينه او فشل مثلا معين في حياته فهو اللي سبب له في الهوس ده، مر بحاله اكتئاب خرج منها مثلا الموضوع ده. وادويه الاكتئاب ساعات كمان بتسبب لموضوع الهوس، وساعات وراثه وراثه. طبعا وتعاطي المخدرات كمان.
تعاطي المخدرات كمان ساعات بتؤدي لموضوع الهوس ده. وفي ادويه زي مثلا الادويه القصه اللي انت كنت حكيتيها في اول الحلقه، ادويه الدايت بتعمل برضو اكتئاب بيوصل للهوس. في ادويه منهم يا زينه بتشتغل على المخ، هم اعتقد منعوها كلها بس دلوقتي بيشتغل على المخ. بس في ادويه منها يا جماعه بتشتغل على المخ، يعني في ناس كتير قوي كانت بتاخدها وهي مش فاهمه انها بتعمل لنفسها كارثه. كل ده كان بيؤدي للهوس، يعني اسباب الادويه دي انها بتوصل في الاخر بمريض هوس يعني. بس هي انا بشوف ان كل حاجه في حياتنا ممكن تودينا لحته الهوس. دايما بحس ان الانسان دايما طماع، ما بيرضاش ابدا بالحاجه اللي هو يعني فيها، فاهمه؟ لو انا دلوقتي وزي ما انت قلتي يا ريم، هو فعلا في خط رفيع قوي من فكره الشغف، ان انا يبقى عندي طموح، يبقى عندي هوس طول الوقت، طمع في ان انا اوصل للاحسن، وفرق فعلا ان انا يبقى عندي هوس. هي فعلا الشعره دي اللي يعني ممكن تنقل من هنا لهنا. وكمان الواحد يحاول يا نور، بيخلي دايما بيستهلك من روحك، بيستهلك من طاقتك، بيستهلك من مشاعرك. الشغف ده حاجه ايجابيه بالظبط، يعني الهوس بيستهلك من طاقتنا كتير. ايوه، بس المفروض برضو ان يبقى في حته كده ان انت عارفه تسيطري على الموضوع. يعني انت طول ما انت عارفه تسيطري انت تمام. لقيتي نفسك داخله بقى في حته الزياده عن حده، لا، لازم تاخدي ستيب باك كده او خطوه لورا وتبتدي تسيطري تاني على الموضوع. عشان كده احنا قلنا ان احنا لازم قبل ما نوصل نعمل للعلاج لازم نعرف احنا عندنا ايه، يعني لازم نعرف بالزبط. كمان عشان نعرف، يبقى لازم نعرف الاعراض دي عامله ازاي. زي ما قلنا انه لما اعراض الهوس انه بيتكلم زياده، وانه ما بينامش كمان، مش مرتاح. مش مرتاح كمان، بيبقى عنده حساسيه مفرطه قوي، يعني بيبقى حساس بالزياده لدرجه ان هو ممكن يعمل مشاكل مع الناس اللي حواليه، بيستفز بسرعه جدا. ما ده بالظبط قصدي. وخلي بالك بصي برده، عشان يبقى الناس، يعني هو الموضوع ده مش بعيد عننا خالص. كل حد فينا عنده نسبة هوس بس بشكل مختلف، في نوع مختلف. هو قادر يعمل عليها كنترول ولا لا؟ في ناس بتقدر انها فعلا تعمل كنترول وتحجم الموضوع ده. هو ده اللي عايزين نقوله بقى دلوقتي، روشتة العلاج. يعني عايزين نتكلم في روشتة علاج الهوس. يعني انا بشوف برضو ان مهم قوي ان احنا الناس المحيطين بالانسان ده يبقوا عارفين كده، صح ولا غلط؟ ما هو اذا ذكر كلمة العلاج لازم تتقال طبيب، فاهمه؟ فانت طالما قلتي ان محتاجه روشته علاج، معناها انك لازم تستشيري دكتور. وثقافه الدكتور النفسي عندنا في مجتمعنا للاسف غايبه خلاص شويه بقى. ما ودي حاجه بقى الكلام مش ده المشاهير صحية. دلوقتي بيروحوا لدكتور نفسي وبيعلنوا ده عادي جدا. على ممكن حد يبقى مخنوق اصلا، عادي جدا ان هو يروح يتكلم مع دكتور نفسي. في ناس بتخاف من الموضوع ده يا زينه للاسف، او بتحبش انها تقول لك ايه دكتور نفسي وانا مجنون. وانا ليه مش عارفه ربطي فعلا بالموضوع خالص. انت بالعكس محتاج تروح لدكتور. وكمان شايفه ان الاهالي كمان في البيوت، الولاد برضو لازم يتراقبوا شويه، خصوصا اللي هم المراهقين. يعني انا شايفه ان هم محتاجين ان انتوا تشوفوا، تصاحبوهم، تتكلموا معاهم، تشوفوا هما بيعملوا ايه. لان هوس السوشيال ميديا زي ما زينة قالت بتخليهم يعملوا حاجات زي مثلا البنات بتوع التيك توك واللي ادى بيهم الحل الاخر للسجن. لا دي حاجه مأساوية يا جماعه والله بجد. وانا عندي ولادي مدمنين سوشيال ميديا، مدمنين بلاي ستيشنز، العاب البلاي ستيشن. ده بيقعد يلعب، ده هوس صح؟ طبعا ده بيقعد يلعب بلاي ستيشن ولا كان في ناس حواليه في البيت، ما بيسمعناش اصلا. ده للاسف برضو دي حاجه خطر جدا. بس زي ما انت قلتي فعلا ان احنا محتاجين نراقبهم، بس من غير ما نحسسهم ان احنا يعني فرضين سيطرتنا قوي عليهم. نديهم شويه مساحه، عشان برضو فكره انك تراقبي طفل او انك تصاحبيه اكتر. انا شايفاها تصاحبيه اكتر من ان انت تراقبيه، تخلي عينك عليه بس بشكل حلو. يعني اللي هو ما تحسيوش ان انت برضو رقيب عليه، عشان هو ما يبقاش عنده نفور كده او بيعمل اي حاجه من وراك او قافل منك. تخيلي ان هي برضو ريم يعني اثرت نقطه مهمه جدا، ان الهوس ده مش بالضروري ابدا انه اللي يصاب بيه الكبار. طبعا مش شرط. هو الاخطر انه يصاب بيه الاطفال. يعني انت برضو قلتي انه الولاد مدمنين قوي فكره، او عندهم هوس بالجيمز وكده، فالفكره دي برضو يعني لا صعبه. وفي حاجه انا عايزه اقولها بس الاول قبل ما الحلقه تخلص، واحنا مش حاسين دقيقتين وهنختم للاسف. في حاجه وقتنا قرب يخلص. لو الهوس ده واصل لمرحله مؤذيه، او مرحله مثلا الاكتئاب شديد او كده، لازم بيبقى معاها علاج، والعلاج ده لازم يبقى بشكل منتظم. طيب يبقى المفروض ان هو ايه؟ المفروض ان هو يلجا لدكتور نفسي عشان يحدد له العلاج المناسب. لازم الناس اللي حوالين الشخص ده لما تشوف فيه الاعراض وتعرف ان هو عنده حاله من الهوس، يعرفوا ازاي يتعاملوا معاه.
يعرفوا ازاي يوجهوه صح عشان يتعالج صح. هو ده المهم. وعشان كده يا جماعه يعني للاسف يعني حلقتنا خلاص للأسف بتخلص قربت تخلص بس انا للاسف هستقطع جدا من وقت يا ريم بالظبط 10 ثواني او 20 ثانيه. وحقيقه انا محدش عارف خالص انا هقول ايه ولا هتكلم في ايه. يعني للي ما يعرفوش انا دي النهارده اخر حلقه ليا في السيزون ده. وانا كنت مبسوطه جدا معاكم ومبسوطه اكتر ان انتوا ان انا كنت يا رب اكون كنت ضيفه خفيفه عليكم في بيوتكم ان انتوا استضفتوني في بيوتكم كمشاهدين طبعا. واحب قوي انا مش بحب استغل الفرص بس دي فرصه بصراحه مش عارفه ممكن تتكرر او لا فمحتاجه ان انا استغلها بس بشكل سريع. محتاجه اوجه فيها رساله شكر جدا لكل حد دعمني ان انا اكون موجوده دلوقتي معاكم قدام الكاميرا وان اير على الهواء. وعلى راس الشكر ده قائد. القائد العظيم جدا استاذي ومعلمي الفاضل استاذ سالم العدوي. ده شكر واجب جدا مني ليه. شخص داعم جدا وانا بكن له كل الاحترام وتقدير وهيفضل طول الوقت معلمي والظهر والسند ليا في مسيرتي الاعلاميه ان شاء الله. انا معاك وانا معاك يا نور الكلام الحلو ده. احنا كلنا بتاعنا نتبسط كلنا بايدك يا قائد ونشكرك على الدعم. شكرا مستر سالم العدوي الاعلامي الكبير. وللاسف يعني وقت حلقتنا خلاص بيخلص. زي ما قلنا خير الامور الوسط. خير الامور الوسط يا جماعه. خلوا كل حاجه في ميزانها الصح ما تزيدش عن حدها عشان ناخد الحاجه الحلوه بتاعتها ونبعد عن الحاجه الوحشه بتاعتها. يا رب نكون قدرنا نوصل لكم هدفنا ورسالتنا. وللاسف وصلنا لنهايه حلقتنا. هنشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله قبل نص ساعه من دلوقتي وحلقه جديده من برنامج بيقولوا. باي باي.